السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وبياكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الحديث فيه ثلاثة أمور. الأول أن رائحة خلوف الصائم يوم القيامة يكون كرائحة المسك، كما هو دم الشهيد يوم القيامة. اللون لون الدم دم، والريح ريح المسك. والأمر الثاني توجيه للناس بألا يتأففوا من رائحة خلوف الصائم. أما الأمر الثالث، هل يجوز للصائم إزالة الرائحة بالسواك مثلا؟ عند الشافعي يكره ذلك، فقال: فصار الخلوف ممدوحا شرعا، فلا ينبغي إزالته بالسواك. أما جمهور العلماء قالوا بأن الأمر يتعلق بالنهي عن التأفف والتقزز من رائحة فم الصائم عند الحديث معه، وليس نهيا عن إزالة الرائحة من قبل الصائم بما لا يجرح الصيام. فقال بعض العلماء: مدح النبي صلى الله عليه وسلم الخلوف نهيا للناس عن تقزز مكالمة الصائمين بسبب الخلوف، لا نهيا للصوم عن السواك. من قول الإمام ابن القيم في هذا الحديث: من المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك، فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وأعظم، ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه، فإنها استطابة لا تماثل استطابة المخلوقين، كما أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهيته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق من ذلك، كما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه، وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء.